أسرار القبندي. أسرار اشتغلت معك. إيه أسرار القبندي ما شاء الله يعني كانت، لا هي كانت معي بالسجن، سجن المشاتل، كانت تردد العراقيين تقول لهم والله حامض على بوسكم تاخذون الكويت. الله. إيه الله يرحمها، وكان الله. يقضبها من شعرها ويسحبها. أنا قبل لا تموت بليلة أنا طالب منها زرار، ليش أنا ماسكوني العراقيين قطعوا ملابسي. هذا في المشاتل. اي بالمشاتل نعم، انا اخذت منها ابره وخيط جزاها الله خير الله يرحمها. وعدلت زراتي كل ابوها عدلته وخيطت حق نفسي عشان البرد ما برد. الله يرحمها ماتت تاريخ 14/1 14/1 الساعة 10 الصبح اول ما طلعونا مكلبشين بيركبونا الباصات عشان يودونا مشاتل طقوها. طقوها بفاس على راسها. قدامي انا وقدام محمد عقيل اللي بسلم معي. ضربوها بفاس على راسها. اي طقوها بالجبهه مني. لانها كانت ترددهم. الله يرحمها نعم. زين.